نتعود كلمة ويمكن نفقد معناها، لو ما نتذكر نتفكر باللي تعني. اسأل من يفقد نعمة كم يتمناها، تلقاها عندك شي ما كنت تفكر فيه. لا تنطر انها تزول، فكر فيها على طول، واحمد من قلبه وقول الحمد لله بخير بخير. الحمد لله الحمد لله. مساكم الله بالخير، رجعنا لكم بلايف ثاني ونقول فيه الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله من لا يحمد على مكروه سواه، مهما كانت شنو الأوضاع اللي حاليا احنا قاعد نمر فيها والعالم كله قاعد يمر فيها، لكن لازلنا نقول الحمد لله، ولازلنا نقول إن شاء الله ربي راح يفرجها علينا كلنا بالكويت وبالخليج وبالوطن العربي والعالم كله. احنا قلنا اليوم نطلع لايف مع اشخاص كويتيين، لكن مو محجورين او قاعدين عندهم حظر تجول بالكويت، وهم محجورين برا الكويت، لكن الى الان ما ردوا. معانا شخصين موجودين في تركيا اللي هم المبدعين طبعا حمود الخضر وعبد الله الشايدي. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير بنور. اهلا وسهلا، منورين منورين، طال عمركم. شلون الاوضاع عندكم حبيبي؟ منور فيك. قولوا لي. الحمد لله بخير على قولة حمود. الحمد لله بخير على قولة حمود. انتم من متى هناك؟ اعطونا شنو القصه، شلون اموركم، نبدا ويا منو؟ اعطونا اعطونا، ما ودنا الوضع يصير رسمي، ما ودنا يصير المايك. يلا نبدي عندي، لان زمنيا انا بيوم واحد اتوقع سبقت حمود. حلو. أنا صار لي فترة هني في تركيا، جاي عندي شغل مع الأهل. أوكي. وأيضا كان عندي دورة، ولكن كانت عودتنا يوم 16، يوم الأثنين. حلو. ويوم أتوقع الجمعة سكروا المطارات. أنت متى كان المفروض ردتك يعني؟ الأثنين يوم 16. حلو. وسكروا الجمعة. أتوقع سكروا الخميس والجمعة، ما أدري متى سكروا المطارات. أوكي. والله يسلمك، هذه هي دقوا وتواصلوا معنا السفارة، قالوا لنا دزوا لنا معلوماتكم وتعالوا كلكم إلى فندق معين يعني، وما قصروا صراحة هني، تجهيزات استقبال موظفين على أرقى يعني نوع من الاستقبال، على أرقى نوع، مثل ما أنتم شايفين الغرف جميلة، الإطلالة جميلة، الوجبات كل شيء تمام. هم جابلين بعض أنت وحمود. بالضبط يعني انا فعالياتي بالضبط ما بين هني وهني، يعني هذا ما بين القنفه والفراش، هذه فعالياتي لمده 8 ايام اللي طافت. الله يعينكم الله يعينكم. ايش كنت صار لنا بهالفندق عبد الله اليوم؟ تو واحد سالني قال لي ايش كذا صار لك، نسيت. انا صار لي 8 ايام، انت 7 ايام بالفندق. بالفندق ما شاء الله. 8 ايام بس بالغرفه ولا قاعد تطلعون؟ في الوضع انت كنت رايح عندك دوره ولا شيء؟ وحمود شنو كان عندك، سياحه ولا كان عندك شغل هناك؟ لا لا ما كان سياحه. انا عندي تصوير على اساس انه احتمال، كان مفروض عندي تصوير زين وتسجيل وتحضير للعمل القادم من الالبوم. حلو. وطلعت من الكويت يومين او يوم قبل لا تسكر المطارات في الكويت. الوضع كان في تركيا يعني أفضل، وقتها ما كان عندهم أي حالة، أو يمكن كان عندهم حالة واحدة. حلو. فكان لازالت الأمور مستقرة في تركيا وكانت الحياة ماشية، فقلت خلني أروح هناك ممكن أنجز هناك أكثر. أوكي. وأقدر أشتغل، لكن رحت هناك 3 أيام تقريبا، وصار سووا نفس اللي تقريبا نفس اللي صار بالكويت. أوكي. إن والوضع الحالي في تركيا إنه مو حظر تجول، ولكن معظم الاماكن مسكره يعني، فما يعني ما في شيء تسوي لو تطلع برا، والامن لك اصلا انك تبقى داخل يعني. حلو. فما في حظر، تقدر تطلع انت ارادتك، تقدر تطلع، تقدر اذا تبي تطلع تمشي تشم هواء، تبي تروح سوبر ماركت اوكي تتقضى، تبي تروح مطعم تاخذ تيك اوي ما ينصح، بس يعني تقدر. وأصلاً معظم المطاعم سكرت عبد الرحمن، لأن ما في أحد قاعد يروح يعني، هو معنا صح. قانونياً صح. المطاعم ما عليها حظر إنها تسكر. صحيح. هما قالوا مثل المقاهي، النوادي الصحية، السينمات، هالأمور هذه تسكر. صح.
صحيح. المطاعم ما عليها قانونها تسكر، لكن لأنه ما في يعني اسطنبول تخيل المكان الحيوي السياحي اللي عادة دائما زحمة، شوارع عادة دائما زحمة، ولا عمري شفتها بهالفضاوة وبهالهدوء والسكينة. الله الله. فتلاقي وايد مطاعم وايد محلات ولو إنه ما عليها قانون ما تسكر، لكن مسكر لأن ما في ناس قاعدين. صحيح. فمزجين أنت، وقاعد أشوف العبد نزل شروحات كل يوم، وهذا مزاجكم عالي ما شاء الله لا إله إلا الله، ولا حسيتوا؟ والله شوف عبد الرحمن، يعني الحين الوضع اللي كلنا إحنا فيه زين، أعتقد كل اللي بالعالم فيه، هو إن أنت ملزوم عليك إن تقعد بالبيت. صحيح. هذا مو بس يعني إلزام خارجي، هذا إلزام داخلي، لأن هذا أفضل لك زين. صحيح. فأنت عندك خيارين زين، يا إنك تتدمر زين، تكون هذه أمس سمعتها من سناب شات دكتور بشير رشيدي، شنو؟ يا تكون من المتذمرين، يا تكون من المستثمرين. حلو. زين. يا 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 إنك تتحلطم على الوضع وإن ما في شيء تسوي وملل، يا إنك تستثمر وقتك. وأعتقد في وايد أشياء تقدر تسويها، يعني إحنا وايد مرات نحط أهداف حق أنفسنا ونقول بس لو عندي وقت أسوي هالشيء. صح. ولما يجي هالوقت زين شو يصير؟ تبدأ يعني تبدأ تضيع بأشياء ثانية. صح والله العظيم. راح أسوي. والله صدق قاعد ضيع بالتليفون والسوشيال ميديا ونتفليكس ونوم. بالضبط. شلون نومكم وأكلكم على هالطاري؟ نومكم وأكلكم كلمونا الحين، وقتكم عرفنا، نومكم وأكلكم شو؟ أنا بعطيك ملخص بسيط للي صاير. هي ترى تدرجت المواضيع، يعني في البداية كان إنه موفري لكم سكن. حلو. بعدين صار إنه سكرت المطاعم والكافيهات. سكرت الكافيهات والمحلات. المطاعم سكرت لأن الكافيهات والمحلات سكرت، فما في زباين، سكروا بس ما في قانون مثل ما قال حمود. ألو. فإحنا صرنا ما بين الصيدلية والجمعية، هما الشغلتين مفتوحتين أنت تقدر تروح لهم. زين. يعني إذا نروح الجمعية. الله. أمشي جاي خرح صيدلية. إنزين. بالضبط. نقلب بين أنواع البنادول، نقلب بين أنواع كذي، نشوف شو جديد، عرفت؟ إنزين. نروح كذي بس نسأل، عندكم ماسكات؟ ندري إن ما حد عنده ماسكات. عندكم ماسكات؟ عندكم حساب. هذه نفس النكتة اللي كل يوم يدش نفس الصيدلية يسأل نفس السؤال، عندكم ما يبي شيء بس تيجي قاعد يضيع وقت. حلو. إنزين. نقضي الوقت. فبعدين صار بدنا صار الموضوع جد، وحتى السفارة دزولنا رسالة بس مو عندي. يعني هم على طول السفارة جزاهم الله خير يدزلنا رسائل يقولون لنا شو اللي صار، شو لحظة الموضوع. لحظة. فبعدين بعدين اللي صار الله يسلمك إن اليوم بالذات في شيء وايد مميز صار اليوم. دزولنا بشرنا قلنا يا جماعة بشرنا لا حتى البوفيه سكرنا، يعني سياحتنا الوحيدة أفا. سكرت علينا. اي والله هذا نفس الرسالة اللي وصلتنا الغرف. دازين لكم رسالة يقولوا لكم ان البوفيه سكر، يعني حتى البوفيه اللي كنتوا تنزلون تحت ما في. اي والله. زين. وبعدين انا المشكله شنو، ما اكل الاكل الرئيسي بالبوفيه، دائما لعبتي كلها على الاشياء الجانبيه، هذه الاشياء اللي فيها اجبان وشغل. اوكي. الحين قاموا هم يحطوا لك وجبتك برا، هم يختارون لك، يعني البوفيه فيه اربع اشياء، انت هم يختارون لك انت كيفك. حلو. ماكو ما تختار بس تاخذه. الحمد لله يعني طحنا طبعا الحمد لله اكل الاتراك على الكرج مالهم. تعرفنا على كرج النسخة التركية، لقيتوا لكم شيء تطلع. بس المشكلة المنيو كله بالتركي، تعال كل شيء كابتشر ودخله بجوجل ترانسليت ترجم المنيو وبعدين ارجع مرة ثانية كابتشر لين تلقى الطبق اللي تبي. الله يعينكم. والله العيك. فهذه من اليوم بلشوها، بس كنتوا قبلها تنزلون تحت بالبوفيه عادي، والبوفيه فيه ناس كويتيين ولا اتراك ولا شو، وتختلطون معاهم عادي ولا شنو؟ مليان عادي كذي. لا اتراك ماكو، اجانب ماكو، ما نشوف اجانب، انا ما شفت ولا اجنبي بالفندق. حلو. كلك شفت انا قليل بس حتى بالبوفيه مرتبين الطاولات بحيث تكون يعني متوافقه لشروط التباعد الاجتماعي، مسوينها بطريقه ان 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 ان, إن يكون في مسافه بين طاولات. اوكي. وحتى انا اول يوم ريوق ما كنت ادري، اول يوم سويت تشيكن بالفندق رحت الريوق. زين. دورت طاوله ما لقيت، فلقيت فيه الكوميونتي تيبل اللي هي الطاوله تصير شيء طواليه، زين وايد ناس يقعدون عليها حتى لو ما يعرفون بعض. حلو. فحطيت صحني وكان يمي احد،
كان يجيني الجرسون قال لي لو سمحت بس انت قاعد يعني وايد قريب من يمك اذا تجي تفضل. قلت له ليش وخر عنا واخرك. قال لا لا احنا عندنا ضوابط ضوابط شرعية يعني يكون في مسافات بين الجست. كان ياخذني ويقطني بالزاوية. زين زين عقاب حلو انه قاعد يحافظون عليكم يعني. هذه لمصلحتي ولمصلحته واي بالضبط. زين وشون انتم بالبدايه قبل لا تدشون شلون ياكم الخبر؟ شلون رحتوا تجمعتوا بالفندق؟ انت كنت بمكان وهو كان بمكان، شو يجمعكم على بعض لو متواعدين مو كذي؟ انا شايجي هو اللي قال لي، شايجي استخبر من القنصليه. زين يعني انا اي ما كان عندي تواصل مع القنصليه، والشايجي هو اللي قال لي ان حمود اذا خلص حجزك او هذا تقدر في فندق موفرين السفاره. حلو. فشايجي هو اللي صراحه مو مقصرين يعني. انا معنا اموري كانت طيبه ورحت السفاره بس عشان اشوف شايجي واشوف الوضع، وما قصروا على طول. القنصليه سالوني قال لي انت يعني متى حجزك؟ تحتاج غرفه؟ قلت لهم اموري زين. قالوا وين جوازك؟ هذا على طول تعال غرفه موجوده، هذا حقك كمواطن على قولتهم يعني. حلو ممتاز. في شيء بعد بو ايوب قول لي. شوف بو ايوب لحظه يا جماعه، كل الناس اللي قاعد يكتبون الحين قاعد نقرا ترى الكومنتات. يا هلا ومرحبا بكل الموجودين، واذا في عندكم اشياء ودكم تشاركون فيها تقدرون تكتبون اسئلتكم، وهم ممكن نقدر نفتح اتصالات ناخذ اتصالات بس بعد شوي نحط الرقم عشان حتى اللي وده يشاركنا. هسه مشاجي طال عمرك. كل تقريبا 3-4 ايام قاعدين مثل هذا الكيس. شنو فيه؟ شوف كل شخص ها في دسوس وفي معقمات وفي ماسكات وفي وايبس وفي ما ادري اشياء صراحه ما ادري شنو. ابو تركي دازكم اياها ولا شنو؟ معقمات السله الوقائيه مالت ابو تركي. هم شافوها وغاروا منه. اوكي فهذا احسن من سله بوتل. صح ما يقدروا. والله زين فما قصروا والله، حاطين يعني اشياء صراحه. بس بقول كلمه حق والله، شخص ما اعرف اسمه اول ما وصلت الفندق شفت ريال حلو هجوم. انا جيت في اول يوم قالوا حمود، يا ثاني يوم شويه الضغط اخف، لقيت ريال واقف عند اللوبي لابس ماسك ولابس تسوس وبدله اوكي قاعد يستقبل الكويتيين ما ادري منو. قلت اكيد موظف السفاره. انا دشيت الساعه 1 ليه الساعة 8 بالليل نفس الوقفة على كاونتر التشيك إن، يجون الناس يقطون عليه جوازات ما شاء الله، ويعني ناس فريكينج أوت يعني، يعينا ناس معصبين وخايفين ويسألون، خاصة الحريم الكبار ويعني الأسر اللي مثلا تلقاهم مرة وريال كبار شوية خايفين ما يدرون شو السالفة. أوكي. سعة الصدر عنده كانت شيء مستحيل. أنا قاعد ما قدرت أتحمل 10 دقائق، تنرفزت من الأسئلة والطريقة وشلون الناس نبي كذي إيش صاير؟ واقف يبتسم بوجه الناس كلهم، يأخذ جوازاتهم، تفضل استريح شربك شيء على ما أجيب لك الغرفة. اسمه ما يعني تذكره؟ قلت له زين والله أنا رحت له قلت له ترى أنا ما أذكر اسمه، بس شنو قلت له أنا بس بودي الأهل فوق، أنا وياي أمي وأختي بعد. أوكي. فقلت له بس بودي أمي وأختي فوق وأنا بنزل تحت أمركم، أي شيء تبونه أنا فاضي ترى، وأفهم بهالسوالف إذا ودكم يعني تشغلوني. حلو. ما رضى قال كلكم مشكورين. حتى في رسالة من رسائلهم كاتبين نشكر كل اللي قالوا نبيكم تساعدونا، ترى إحنا الحمد لله أمورنا طيبة وما راح يعني نخجل نطلب منكم المساعدة. عرفت؟ لحظة. خير بحاول أجيب لك ثانية يا جماعة، ثانية تقدرون تكملون مع التعليقات ومع السالفة بس احتاج بس ابطل الباب وارجع لكم ثواني. ايه كملوا عاد لايف كملوا. براحتك براحتك. خلي اقرا لك. شلونك ابو شياج؟ هلا زمان ما شفناك. حمود بالدور السادس وانا بالدور الثامن. اي يعني الفيو عندي. خلينا نقرا منو وجدان واسيا فاليز. قلنا هلا ابو تراب. هلا ومسهلا. انت من وين قاعد تقرا؟ انا بادي من فوق. لا أنا بادي من تحت. تحية من إقليم كردستان العراق للحبايب حمود الشاجي، أهلا وسهلا. عمر فاروق ما شنو باكي الربع باكي الربع. أنا آسف والله ترى قاعد ندير الموضوع. إيه خذوا راحتكم خذوا راحتكم بشكل جيد يعني. ممتاز هذا يقول لي مطقم مع الغرفة. مطقمين مع بعض أنتوا الاثنين. لا أنا تصدق يعني أنا قبل ساعة
قبل ساعة قايل حق حمود يلا بجهز حق اللايف. شوف حمود دعوش بتسوي افتش الليت هذا وسكرة افتش الليت ارفع الأباجورة وانزلها عشان الإضاءة فيرفكت ما يصير يعني. خالد يعني انا لابس اخضر عشان الخضر، انت لابس الاخضر عشان شنو يعني شاجي؟ لا انا حمود انا يعني مع الكلر باليت كله البنيات الاخضر. اوكي اوكي شوي دائما يقول خل دائما في الصوره لونين. الله 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 ممتاز ممتاز. خالد عبد الغفور يقول لك شاجي مسيو شريكك والله اي مسهم اكثر صراحه. ممتاز. شوف خلنا ناخذ اي والله مبدعين لهم مبدعين كنا ها اي والله مبدعين. خوش خوش ارضيات انا توني ماخذ منكم سويت عنها أمانة. خالد باع لك ولا عطاك إياها يا أخي؟ لا والله خالد ما يدري إن أنا بطلبهم أصلاً يعني أنا بروحي طلبتهم. ترى حتى لا يدري بدفع كامل. فتح يعني. إيه عادي خالد يمون يساهل يساهل يساهل. إنزين تاجر أصلي. إيه زين زين يقول لك تراق أوه كاتراق موجود سلم عليكم. افتح تكفى يقول لك الدكتور الكندري يقول لك عطني اتصال تكفى لا تعطي اتصال ما له خلقه ما حط الرقم. تبون نفتح اتصالات؟ لا ما نفتح اتصالات يعني. انزين متى متوقعين انتوا الوقت كذي؟ والله عندك جواب يعني ما اعطاك. لا هو فعليا يعني كجواب ما حد يعرف يعني لا القنصلية يعني تعرف ولا حتى في الكويت يدرون لانه هو يعتمد على وضع الكويت داخليا وقابلية وزارة الصحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة اللي خارج الكويت لأن إحنا مو بس اللي في تركيا في يمكن 12,000 شخص في أمريكا في آلاف في بريطانيا يمكن في السعودية في عدد في عدد في السعودية في عدد بالإمارات فهو ما يقدرون يجيبون هالأعداد لأنهم راح يضطرون يفحصون شخص صحيح. ويمكن عدد كبير منهم يحتاج يروح حجر ما أعرف أنا صراحة شو الإجراءات اللي راح تتخذ باللي من برا لكن الأكيد إنهم ما راح يبدون يجيبونهم إلا لما هني يكون الوضع جاهز طاقم الصحي في الكويت أي. يقدر يستوعب هالأعداد وما راح يقدر يستوعبها إلا لما يصير في كنترول داخليا فهما ناطرين يعني على يعني يمكن في تصريح حق وزير الخارجية على برنامج بوفتين ألو قال ان اذا كل شيء ماشي تمام ابتداء من ابريل تبدي خطه الاجلاء اجلاء الكويتيين اللي في الخارج اوكي وتصير على مراحل ابتداء من اللي يمكن من كبار السن الاولويه يعني تصير الاولويه لكبار السن واللي عندهم يعني حالات ظروف صحيه اوكي هذه كم واحد كم يعني يمكن فيها شهر يمكن فيها اكثر ما ندري والله فيها شهر بالفندق كم واحد بالفندق الكويتيين والله الارقام تتفاوت بس انا كنت اسولف ويا واحد من اللي بالقنصليه تحت باللوبي فكنت اقول له شلون يقول لي احنا ترى قربنا على 500 غرفه ما شاء الله 500 غرفه قول غرفتي انا فيها واحد غرفة حمود فيها واحد بس في غرف ما شاء الله نفس الغرفة اللي فوقي مسي عليهم بالخير وعيالهم كل يوم يراكضون حافظ سوالفهم كلها أنا زين أتوقع فيها أتليست 10 يعني ما شاء الله لا إله إلا الله زين فيعني عدد ما أدري عدد يعني يمكن أو بعدين على فكرة في فندق ثاني ها في فندق ثاني حاطين في كويتيين غير فندقكم مو بس أنا عرفت المعلومة ما شاء الله يعني هذا فيه أنا اتصل علي أحد الأصدقاء قال ها أنت بإسطنبول قلت له إيه أنا بإسطنبول وينك أنت قال أنا سكنت في فندق سفارة قلت له وين ما شفتك يعني ولا مرة قال لا في فندق ثاني الحين ظهر يبدو أن هذا فول ناس ما قال شاجي وبدأوا يسكنون الكويتيين الباقين بفندق ثاني هذه قصة شنو خطتكم للأيام الجاية عطونا الخطط حمود قام يسجل اغاني والله الصراحه اغير الامانه والمصداقيه انا لان شخصيا انقمت بغرف الفنادق مهما كانت يعني الفندق ممتاز وفندق خمس نجوم هذا أوكي. لكن شخصيا ارتاح لما يكون في مساحه انا يمكن اعرفني الشايجي يعرفوني يمكن الاصدقاء انا بدون شيء احوس يعني لما اشتغل احوس اتحرك حلو. لما طقطق تليفوني لما مكالمه احوس فكل ما تقلصت المساحة كل ما كان غير جيد إنزين وبعدين لأن شغلي يعتمد كثير على دندنة
شغل موسيقى و وياك آلاتشي يعني ما بيزعج غيري. وياك آلاتشي حاليا خذيت لي شلون وياك آلاتشي ما معي آلات قاعد احاول ارتب ان اجر كيبورد أوكي. حتى يمكن اطلع لايف انزين لا بس مو بفندق الحين اقول لك شنو الخطه اوكي عشان ممكن اطلع لايف عشان هم استمر في التلحين يعني انتاجي الشخصي افكار دندن افكار فخذيت خذيت استوديو اير بي ام بي تعرفون اير بي ام بي يمكن بعضكم هو الشقق يعني اوكي مكان قريب من الفندق وخليته صاير كنا مكتبي اوكي فانا يعني الحين اي فاي يعني مو والله مو كشخه طبعا الحين يعني الجيد لنا والسيء للامانه بالنسبه للبزنسز ان كل شيء طايحه اسعاره حلو فمو من زود الفلوس يعني من رخص الموجود اوكي فهناك يصير كنا مكتب اروح يعني الصبح اقوم انام هني بالفندق بعدين الصبح اروح هناك وانتج واحاول اشتغل وهذا باقل قدر من الاحتكاك من الناس يعني ما في من الفندق للاستوديو استوديو طبعا مو استوديو صوت استوديو اقصد انه شقه يعني شقه اي فهمتك اي ممتاز فهذه خطتي ان استمر عشان حتى استمر بالانتاجيه حتى اقدر اشوفك يعني مسجل بدون ما ازعج الجيران في الفندق مسجل اغنيه توك ما شاء الله هذه هناك صح هذه الامانه صورتها بالشقه لكن هي ديمو اوكي قديم كنا مسجلينه حلو كانت على اساس انها بتكون اعلان لأحد الشركات زي. لكن حسينا انها وبعدين تغنت لشركه اخرى بصوت فنان اخرى رهف العنزي حلو ونزلت لكن كنت قاعد اسمع الدمو قلت وايد وايد مناسبه حق الاوضاع الحاليه اها اوكي مسجلها من قبل مكتوبه اي مكتوبه من قبل كاتبها وملحنها الفنان سيف فاضل فبس يعني عدت تصويرها سويت لها يعني ادت شويه على الصوت اللي كان موجود لانه كان تسجيل ديمو حلو وصورتها ممتاز واعطانا شاجي تيبس في المونتاج لا. علمنا على المونتاج بشوفك بتقولها ولا لا ناطق ها قاعد لك ناطق اي منتجها بالتليفون طبعا البرنامج شنو حمود كفو والله اي طبعا صورتها انا معي لا قاعد استخدمها معي اصلا جاي من الكويت ترايبود هن دخلنا على مجالكم هذا يا سلام صورت وبعدين بالفيديو ليب قصصت بالوين بالشنو لحظة أيه. هذا كلام كبير لحظة فيديو ليب بالشنو اي لا يا جماعة كلام كبير ضبطنا الألوان والكونتراست والله لا ما عرفتك يا حمود كذي سويت فيك القعدة هناك حلو ممتاز هذه فايدة طلعنا فيها جاب للشاجي 24 ساعة راح أرجع لك مصور كفو والله أخر عني لا بعدين حضر الدورة حمود الخطوط والأثلاث شغال والله قام يعرف الأثلاث الحين زين ممتاز والله كاك صار عنده هوايات مختلفة يقدر يشتغل على هذا وعلى هذا ممتاز والشاجي لا يحوشك بيرجع لك مغني ترى صج شاجي قام يغني لا هذه تايدة أنا أقول بس يعني بس شوي دورات سولفيج و اخاف اسحب الاضواء من الكورونا الحين انا مو من حمود بس هذه الكحه كحه شرقه ما هي كحه دير بالك دير بالك حجر صحي وكحه ودير بالك اي يدخلون علي الحين رافسين طبعا حمود انا لما طبعا حمود زرته ولا زارني الغرفه قاعد بابعد نقطتين عن بعض اي صدق ما فيها غشمره اول يوم جايني مسكين يقوم ما ادري شنو امسح اقول قلت له احمد اسمع دونت تيك ات اوفنسيفلي ترى مو عشان ما له شغل مو بيرسونال عشان الكل انا عبد الرحمن اول يوم او ثاني يوم هذه والله نزلت المطعم البوفيه زين ويعني احد الاشخاص طيبين وعن حسن نيه حتى لو كان يتابعنا يعني شكله سوى لك شيء جيد من قلت الطيبين وهي قاعد تمهد حق شيء انزين قول لا والله لا بالعكس فشال حمود شلونك انا ما اعرف دقيقه في احد يطق الباب ثواني هذا ايش عليكم الحجر يا ويمد ايده بيسلم زين
انا انحرجت يعني قاعد اقول قلت يلا مو مشكله انا الحين داش بدخل الفندق حلو فسلمت قلت يلا مو مشكله مره ثانيه اعقم وانظر قبل الله شو اسمه يعني على سلامته وعلى سلامتي يعني صح صح بعدين يا وبيبوس قلت لا حيل خذ راحته قال والله صح كلامك سامحني انا ناسي قلت له عشانك عودين متعودين اي عادي ربعنا إيه يعني يمكن انا شايل الفيروس يعني اي ربعنا ربعنا عادي عادي بالعكس الحين فاي يعني الموضوع هذا لازم يصير ما فيه مجاملات اول حتى هني بالكويت اول فتره يا عمي من صدقك ما اخذها وايد جد ترى عادي سلام ترى كان ربعنا وايد سهالات لا الحين قام لا قام يصير حتى كانت عيب مثلا او تنحرج تقولها تخاف الناس تفهمها لكن الحين اتوقع صار عادي الناس كلها قامت تحرص صار في وعي لان حتى في البدايه قبل لا يصير عندنا الحظر حتى الطلعه والناس ورايحه بالشوارع وقاعد تطلع وقاعد تجمع مو راده على شيء الحين بلشت تحس انه جد ترى انتم مو بالكويت ما لا تشوفون الوضع عندنا بالكويت من الساعه تصير الساعه 4 من الساعة 5 العصر صخة هدوء ماكو ولا شيء فالناس هني حست ان ايش قاعد يصير هذا بس تطلع الصبح الجمعيات طق زحمة انه بيصير خلاص اخر يوم يتسوقون فيه فليل الحين عندنا الاوضاع كذي ايش جاي شو الخطة اللي عندك سؤال كم تتوقع شوف انا اول شيء أنا كنت حاط لي خطة وظاهر تبين إني أسأت إدارة الخطة هذه بدليل إني خلصتها في يومين أنا المفروض أرتاح وأنا أشتغل أنا مشكلتي شنو هاي إنتنسيتي زين أنا مشكلتي إذا جابلت اللابتوب ما بسرعة ومركز مني ما أكلم أحد المفروض إني أتعلم إني أخذ الأمور على بطء شوية بمزاج حلو بس المشكلة وين المشكلة إن المشكلة وين المشكلة وين لا الموضوع كان هذا انسايد جوك الفضاوة ما تسوي المشكله ان الادوات يعني ادوات الانتاج بالكويت اللي الحين انا قاعد انتج فيه اما تليفوني او لابتوبي اللايتنج الشغل حق تصوير ريفيوز والامور هذه قاعد امشي اموري يعني بالابجوره والحركات اللي عندي زين بس الشيء الحلو ان انا امس قبل ما سالت الناس شنو مواضيع حلوه طبعا بحكم ان الناس كلها على الانترنت جتني اقتراحات كثيره اتوقع لو نزل كل يوم درس سنه كامله الامور طيبه اي ما عندهم ناس قاعده وبشتغل على هذا المحتوى ان شاء الله حلو. راح احطهم على هايلايتات طبعا عشان اللايف يروح يمكن الهايلايت شويه ادوم فرح اشتغل على الهايلايتات بين فترة وفترة وقط المواضيع يمكن كاملة في السوشيال ميديا بديت اهتم في اشياء غير الانستغرام وهذا كانت نقطة ضعف عندي شنو هي مثلا بديت اهتم شوية في التيك توك طبعا تنصدمون قمت تسوي كذي يعني تسوي كذي لا 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 هذا يمكن اذا طولنا وايد حاليا قاعد انزل دروس فأنا حالياً قاعد أنزل دروس على التيك توك ومحتوى والتفاعل هناك وايد قوي الحمد لله يعني هو بالنسبة لي الموضوع ما يهمني شنو السوشيال ميديا بلاتفورم يهمني إن المعلومة اللي عندي توصل للناس اللي مهتمة فيها النقطة الثانية بعد هي ببدي أشوف لي شيء جديد لأن بعد فترة خلاص الدروس سجلنا يعني فتشينا بوستاتنا القديمة طلعنا صور منتجنا عدلنا ونزلنا وبعدين عرض صح لازم يمكن ما أدري أشوف حد يفكر بكارير جديد حياتك اعتقد هذا اذا تسمح لي عبد الرحمن يجرني حق هم تفضل كنت قاعد افكر فيها ان 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 يمكن هذه من المرات النادره في الحياه اللي يكون في اجازه الزاميه على الجميع صحيح يعني وهذا شو اللي يصير يعني مرات الواحد لما يبي ياخذ فتره نقاهه يفكر فيها بالقرارات الرئيسيه يفكر فيها بالدايركشن مال حياته يفكر فيها باهدافه بخطط حياته غالبا ياخذ فتره نقاهه صح وخلال هالفتره زملائه قاعد يشتغلون اكيد او منافسينه قاعد يشتغلون فحتى هو بفتره نقاهه في ناس قاعد يشتغل خلص ايه. او ايه. اي في شعور ان انا مبطئ او انا موقف بينما الاخرين قاعد ادفانسينج او يعني اي قاعد يطوفوني صحيح فالحين هذه الفتره الوحيده اللي انت تدري ان انت موقف والناس موقفه وكل الناس موقفه فتعطيك فرصه جيده
والله فرصة جيدة إنك أنت يعني تأخذ things slowly تفكر ب ب ب ب ب بصفاء ذهن زين في قراراتك في حياتك في وظيفتك في كل شيء. فأنصح الناس إن تستغل هالفرصة بشكل جيد. بس في ناس قاعد يعني الحين في هالفترة الحين في ناس وقف شغلها وفي أشياء ثانية بلش شغلها الحين الشغلات الأونلاين صحيح إيه فيعني الحين صحيح. حتى أنت يعني إذا وقفت إذا كان مشروعك أو شغلك يعتمد على طريقة معينة الحين فرصة أن تفكر بطريقة معينة. ما صارت نحن محكورين بالبيت صح بس مو يعني نوقف أشغالنا ونوقف الأشياء اللي نسويها نشوف لنا طرق بديلة. الحين كل شيء قاعد يتحول على الأونلاين. إحنا أكيد. كنا نقول هالحكي من زمان إن كل شيء قاعد يصير على الأونلاين بس الحين أول مرة تصير نشوفها بعيوننا خلاص الحين كل شيء على الأونلاين. أيه. لازم تكون عندك طريقة أنك تشتغل اليوم بو أيوب قاعد أسولف ويا أبو فيصل طبعاً على فكرة استفدت وايد أشياء من الكورونا بعد من وضع الكورونا طبعاً مو من الكورونا نفسها. شنو؟ دقدقت على علاقات قديمة اتصالات ناس قاطعهم يعني وايد أشياء فيديو كولز. فمن الفيديو كول اليوم كانوا يا أبو فيصل على الجناعي. أيوة نعم. رجاءً بس عبد الرحمن ضيف الدال على اسمي. توني لاحظ. توني شوف. مو الخضر. إيه يلا زين أنا قاعد أكتبها وأنت قاعد تسولف يلا زين الحين أعدلها حلو. هذا طال عمرك. إنزين. أنا شفته بالتعليقات. إسلم شاجي. قعدت أسولف ويا أبو فيصل اليوم وقاعد يعني يسولف عن وضع المحل وإن شلون صارت البيع كله الحين أونلاين والأمور هذه وكنا نسولف عن البزنسز اللي راح تخسر او راح تسكر من هذا الوضع اللي مر فيه. اوكي. فقعدنا نناقش موضوع انه ليش البزنسز خاصه السمول بزنسز بالكويت عايشين على يعني على قولتهم على ثريد عايشين على ليش ما انت تكون مفكر من البدايه انه ممكن تحوشك ازمه. صحيح. لازم يكون عندك والله مثلا مدخرات ان انت تدفع معاشات لست شهور موجوده عندك في الحساب مو مستثمر فلوسك كلها يعني في هذا الوضع هم صعب تسحب استثماراتك وتسيل عرفت شلون المحلات مسكره والشركات مسكره كنا نسولف عن الموضوع ان السمول بزنسز اللي راح يخسر ويطلع راح يتصفى السوق راح يبقى السوق راح يبقى البزنسز اللي مسوي استراتيجي الصحيحه أكيد. او راح يصير اندماجات كثيره نوايد بزنسز بس الكاش فلو تعبان يلا نساعد بعض ندش بشركه واحده انت عندك مثلا الاوبريشنز وانا عندي البضائع ويلا نسوي الشغل. فهذه من النقطه من فوائد الكورونا طبعا ان غير الانتاجيه والامور هذه انا اول مره اغسل ملابس بايدي مو برافو. باستخدام برافو مهارات جديده واشنج ماشين مهارات جديده نعم انزين بس مغسلهم بالشاور جل يعني مو ما عندي صابون يا بخت يا بخت المدام انا اقول يا لا رديت الكويت ان شاء الله اي بالبيت بحط لي طش كبير وشغال انزين وايضا ماكينه حلاقه لان اول مره انا احلق لحيتي بنفسي مو حلاق يعني فادتني يعني اي حركه ايش رايك لا ومدرب so على التدريج حاسب انا مثلا امس اول مره اسوي قهوه في 60 لان انا يعني الفتره الاخيره هبيت بالبلاك كوفي اوكي اللي هي فلترد كوفي بس ما اسويها يعني عاده اروح اطلبها من الكافيهات الحين كافيهات سكرت في اسطنبول فلقيت لي محل يبيع بس المعدات يبيع لك القهوه يبيع لك هذا الدريب والفلترز وهذا وقال لي انت سوا فقمت قلت جيب خذيته ويوتيوب فيديوز هاو تو بور كافي وهذا اول يوم امس كانت ما كانت حلوه اليوم كانت احسن اتوقع باكر يعني خلاص قيم لنا قهوتك قيم لنا قهوتك يا شادي اي انا اشرب ما لكم شغل اشرب واقول لكم أحمد الله يعافيك بس لا تعلم فلات وايت لأن ما أحب القهوة السوداء الله يخليك إنزين في وايد ناس قاعد يقولون اقرأ كومنتاتنا جاوبوا على أسئلتنا في وايد ناس قاعد يسألون من فوق نجي من تحت يلا خلينا نشوف عشوائي كل واحد اللي أيوب إيش رأيك أنت تعطينا لا اللي صيد شيء يبي يقرأ خلي يقرأ أنا لأن ما شاء الله وايد قاعد أشوف هم شغلات شوف إيش تطلع الناس معك يلا لايكات قام يشتغل يعني معظمها على قولتهم شاوت أوتس حمود اقرا كومنتي انا من الموصل اهلا وسهلا باهل الموصل حمود لايف بحسابك ان شاء الله تسوي لايف بحسابي انزين الشاهد يحول يوتيوب اسئله يعني
كل حمود ما يبغى شايج حول يوتيوب قاعد يقول لك عندك شنو يقرون ان شاء الله شنو عندنا شغلات كتبوا لنا يلا كتبوا لنا الحين اسئله لان ما شاء الله صار وايد شغلات اسئله اللي عنده اسئله يلا اللي عنده الحين شنو خليه يكتب لنا انزين ليه الحين ما رديت علي شنو قصه الزيتي مساعد المطيري يسالك شنو قصه انا ما ادري مساعد المطيري يسالكم مساعد المطيري بعد السايلست هذا شغله شنو قصه الزيتي هو لون الكورونا ما له شغل لا كلش ما له شغل لكنها ورديه الكورونا اعتقد لما يعني رسموها عدل كان ادق رسمه كانت ورديه على بنفسجيه نسيت اوكي انا صراحه عندي لونين بالغرفه فقبل اللايف عندي تقريبا تيشيرت هذا اللون ازرق اوكي عندي هذا فيوم حطيتهم ويا بعض شفت الازرق وايد زحمه لبست الزيتي على اساس يعني اسوي ماتشنج مع القنف اللي ورا نحاول نصير مثل مساعد بس مو ضابطه شوي يعني مرات زين شاجي طال شعرك يقول لك يويو الاكونت للبيع كل ما يدش انا اقول له الاكونت للبيع يويو الشعر المشكله يا جماعه اخاف من الحلاليق انا يعني في كنا الحين بعد سكروا حتى لو بحلق الحين ما اقدر سكروا الحلاليق ومن زمان انا اخاف فاللحيه بالماكينه الشعر ما اعرف عاد انا هني بالموت ورا شلون بدر تبي احلق لك الشاي جي اقدر اشوف فيديوهات يوتيوب احلق لك كل شيء الحين انا خوش شوف اول مره محتوى الجاي اول مره ما راح تكون مضبوطه وايد بس يعني بعد اسبوعين نفتح لايف باكر اي نفس القهوه نفس نفتح لايف باكر والله باكر لايف وحلاقه نفتح لايف مع حلاق مشهور حلاق مشهور ويصير جايدنس وانا راضي اكون تجربه يعني يلا. ما لي مانع عندي ونتوهقنا صكة قرعه عندي يلا باكر لايف مع حلاق وقرعه حمود انكم ما تدرون ايش رايك زين شلون الطريقه في ناس تسال عن اتصالات شنو اتصالات بايب انت تحط رقم الناس بدك اي يعني مثلا على سبيل المثال اذا حطينا الرقم كذي يا اخي اللايف مالك كول بايب فينيسي هو قاعد بكشخه لايتنج واحنا قاعدين يلا يلا هذا احنا مداخله عرف نفس اللي انت اصلا اكشخ ناس طلعوا بحجر يعني حاليا موجود ان شاء الله حجركم 5 ستار اكشخ من المكان اللي انا قاعد فيه يعني فممتاز اتوقع الوضع صدقني كشخه ما يفرق تملي يا اخي 8 ايام بغرفه والله لو شنو قاعد حسيت ان زهقت ملل بس عندي عندي تايم لابس والله انا ما حسيت شخصيا اموري طيبه بس يعني اكيد الموضوع يفرق من شخص لشخص شوف مثلا في ناس قاعد تدق ها تفضل انت معنا على الهواء عرفنا بنفسك لحظه صوتك ليش مو قاعد يطلع الو للتنويه يا جماعه هذا الرقم اللي موجود هنا مو رقمي ها الو هذا رقم راسي تكفى الو انت ليش صوتك كذي صاير مره ثانيه تكلم الصوت مو واضح لا الحين صار صوتك اوكي عرفنا بنفسك انت على الهواء مصطفى المساوي قاعد بالحجر بالكويت ماك شغل نتابع اللايف نعم الو نعم والله تفضل عطنا سؤالك حالك سؤالي ان شاء الله نشوف حلاق حلو يعني الفيديو باكر اقتنعوا الجماعه ان في حلاق ابشرك يا ريت يعني اضبطك ان شاء الله انا راضي انا جاد حمود ترى والله احلف يلا الحين يبي الماكينه ويك لا باكر لا مو الحين بنام باكر خلاص باكر ماشي خوش يعطيك العافيه عافيك حياك السلام ورحمه الله حياك الله أشوف على طول تأخذ اتصالات كذي وانت على الهواء أي أحد وده يشارك معنا يسأل الجماعة موجود معنا على هذا الرقم عجيب فحد ونيس الوضع زين على طاري بس بعد ليش راديو ستيشن بس خلاص يعني نحط لكم غنية حمود بعد وكل شيء قاعد نسوي لكم إذا في حلاق ناسي. إذا في حلاق باللايف الآن رجاء كلمني بالخاص إذا في حلاق خلي دق بالخاص خلي كلمه تفضل عرفنا بنفسك أنت على الهواء السلام عليكم مساء الخير أوه كاهم سعد مطيري صدته من صوته ما كفاني إني صدته من صوته هلا هلا طال عمرك هلا بالحبيب حالك شخبارك خير يسلمك أنت شلون أمورك أول شيء تحية لك يا مغير مفهوم اللايف بالكويت الله يجزاك خير على راسي حبيبي تغير يعني كان في ناس
ما تفكر تسوي لايف، بدأت تسوي لايف، شركات ما كانت تفكر يعني طفرة نوعية يعني على شغل كورونا. أنت من قبل كورونا طبعا. الحمد لله الحمد لله، بس الحمد لله رب العالمين حبيبي على راسي. سؤالي حق حمود الخضر، يا هلا، شنو اللي جاب له فكرة الفيديو اللي دزلي اليوم؟ أنا ما قاعد أسمع ترى، بس أنت إيه إحنا يمكن قلنا بداية ال تسمع لحظة ساعة تسمع حمود التعبير خفيف حيل جدا بعيد. يلا ما على معنا اسمع روح. أوكي روح. هي 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 هي, هي دمو أو يعني مثل جايد نسميه لعمل قديم. إيه. فإحنا ما سجلناه الآن، هي من كلمات الحان سيف فاضل. لكن كنت قاعد أسمعها قبل يومين وحسيت وايد ملائم، لأنها وفكرتها عن شون إحنا كلمة الحمد لله نقولها كرد يعني أوتوماتيكي. واحد يقول لك شونك، تقول الحمد لله، بس فعليا أنت ما قاعد تفكر أو ما قاعد تستشعر كلمة الحمد لله وما قاعد تستشعر النعم. فبالوضع الحالي نشوف يعني مو نشوف، حتى إحنا ممكن أحيانا نتدمر نتحلطم على إن أوه إحنا محكورين ببيت وملل وهذا، وننسى كمية النعم اللي عندنا. أبرزها هو هذا البيت اللي قاعد يضيفنا، أو المسكن يعني. يمكن حاليا أنا مش شايف مو ببيت، بس إنه في سكن إحنا قاعدين فيه وقاعد ناكل وقاعد نشرب وعندنا سبل اتصالات، وبالنهاية إحنا قاعدين علشان صحتنا وعشان أماننا، مو قاعدين بسبب مثلا حرب لا قدر الله. فوايد نعم، فحسيت إن رغم أنه عمل قديم لكن مفاهيمه ملائمة جدا للوضع الحالي. فصورت تصوير بسيط، حتى تصوير يعني كورنتيني زين، يعني بي إن غرفة حلم صراحة كورنتيني، يمكن لأنها كانت بسيطة وكانت طبيعية، كأنه واحد من ربعك داز لك فويس نوت ولا فيديو مصورة شي لك بس حقك أنت، وهذا الشعور يعني. اليوم دزيت للفيديو وكنت حريص إنه يكون هذا شعورها فعلا، يعني كان تقول لمساعد ترى في شاحة حواليك فكر فيها، لدرجة إن لما رديت اليوم البيت يعني أنا عندي بلكونة يمكن من سكن شقتي ما استخدمتها اليوم، قعدت فيها حطيت لي طاولة وكرسي وغسلتها وقعدت وتذكرت كلامك. صدق أنت في يمكن شيء بسيط بحياتك الله. يمكن يونس بس أنت مو مستوعبه يعني صدق مع الكلمة. صحيح. الفيديو يعني جاء بوقت جد. أنا ليش قلت سألتك فكرت فيه، لأنه يعني غريب تأثير الفيديو. يعني أنا من زمان أسمع لك وأنت تدري إنك صديق وأخ وكل شيء يعني، بس الفيديو كان من الأشياء اللي غيرت مفهومي يعني مراحل. برافو الحمد لله جداً الحمد لله، مشكور وايد مساعد على الفيدباك، عفوي وتسوي الأشياء كذي ببساطة. سؤالي حق الشايجي. طيب دم يلا شايجي. هلا يعني. إيه اسمعي حبيبي. شنو الشيء اللي ندمت إنك ما خديته معك هالسفرة وليش؟ بس شيء واحد. إيه شيء واحد. تبي تتكلم على؟ شوف عندي بوكس تحت مكتبي كله أشياء المفروض أسوي لهم ريفيوز وأصورهم ما صورتهم، فهذا وقتهم صراحة. عندي عدة لضاءة، عندي كاميرتي فور ستارترز على قولتهم، كاميرتي وعدساتي. وايد أشياء والله. الحمد لله الحمد لله أقول الحمد لله كله. قول يعطيكم العافية وقواكم الله. الله يقويكم ساعد نور كلكم حبيبي. حبيبي مشكور ولكم بالسلامة يا حمود وشايدي. الله يسلمك حبيبي مشكور. نورت مساعد، مشكور وايد على كلامك وعلى اتصالك حبيبي. سلام بعد ياكم الحين مشاركة من مساعد واسألة أعطاكم إياها على هالشغلات اللي انت ودك كنت تاخذها. انزين بالحاليا الموجود عندك ايش كثر يكفيك؟ انت متوقعين ايش كثر يكفيكم الموجود معاكم؟ انتم ما كنتم مخططين تقعدون هالكثر. موجود عندنا موجود شنو؟ ملابس؟ مو بس ملابس يعني؟ انتم الاشياء اللي يعني ساعات انا اكون جاي مخطط شغلات معينه، حتى الشغلات اللي استخدمها يكفيني مثلا يعني يمكن ملابس ما عندي مشكلة لأن تقدر تغسل يعني. قمت تغسل حتى أنت قمت تغسل و... أنا قلت لك الشقة اللي خليتها فيها غسالة، فحاليا شار هدوم هناك. أوكي على ما تنشف في أماي ها تو ماتش إنفورميشن في أماي. بس يمكن من الأدوات يمكن
كنت اتمنى لو كنت جايب ادوات تسجيل صوت البيسكس يعني كيبورد مثلا موسيقي. انا عندي مثلا كيبورد صغير اوكي ومال صفر أوكي. بس ما خليته معي. حلو. عندي مايك صغير لو بسجل تسجيل بسيط هذا اوكي ما خليته معي اوكي. والمشكله ان حاليا محلات المعدات الصوت والموسيقى في تركيا معظمها مسكره. أيه. اليوم قاعد اسوي بعض الاتصالات مو سهل ان تحصل. اتوقع ممكن راح احصل بس ما راح تكون عمليه سهله. حلو. لحظه ثواني غير كذي كاحتياجات ثانيه موجوده. تفضل. حلو. معنا اتصال انت على الهواء. عرفنا بنفسك وعطنا سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا 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 بخياج. هلا حمود. هلا ابو وليد. نور نور. هلا يا هلا ومسهلا. اظن في ديلي وايد ترى. انا قاعد اشوف التلفونين الحين. ايه فرق وايد يمكن 10 ثواني الفرق. ايه لا لا في في صار. لا لا خليك معنا بالتليفون. قصر صوت الراديو. قصر صوت الراديو. هذه ما لازم اقولها. قصر ما تروح عليه حط سماعه. انزين حلو. هلا وليد قول لنا أول شيء. مساء الشباب بالخير. أنا طبعاً فاقد بشياش طبيعي يعني. تخيل كل يوم واحد تشوفه 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 بعدين فجأة مسافر دورات ورا بعض. كل يوم واحد يزعجه. كل يوم واحد يزعجه يزعجه يزعجه. فجأة يقول لك 14 يوم بقعد برا. أوه. بعدين تتمدد 14 يوم ما أدري لين متى. الله الله. هذا شوف 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 وين هالكلام. يعني انا لو احد يقول لي يا شوف وجهي يعني شنو راح يصير راح يقلب شلك الشايجي. فشنو قاعد تسوي بدون الشايجي؟ شلون ماشي؟ والله والله الدنيا حوسه تدري. الحين سكر المحل فلا محل ولا الشايجي ما ادري. لا والله الدنيا فضت. رحنا ارباح ماكو السنه الجايه يا ابو وليد شكله. عبد الله ما يدري. سكروا كل المجمعات بالكويت فمن ضمنها دار العوضي اللي في محلنا. فاحنا محلنا مسكر الحين. رحنا. اوه زين. نوجه رساله لدار العوضي ابو وليد. ما يسوون مثل ما سووا تمدين يا اخي. اجار ببلاش شيء ما على يدك. يلا رساله نوجهها من تحت قبعه هذا اللايف. احد يصور سكرين ريكورد ويدزها لهم يعني اعفوهم. زين عبد الله مو قال تسمع صوته واضح. ايه بس عبد الله الحين شنو وضعك مع الاخبار الجديده اللي المفروض تسمعها؟ اي اخبار؟ عفوا اي اخبار؟ الاخبار اللي ما تقال بالعلن. It's getting personal. ما ادري اي اخبار ترى. ما فهمت ما ادري والله. انا حمود فهم. حمود اي وضع فيهم؟ لمح زين لمح. ها يعني اخبار شخصيه مفروض تسمعها يعني اللي ناطرك بالكويت. اي اوكي والله يدري. كل يدري عشان اللايف كله يدري. اي انا سولفت معاه تحت الهواء بس ان الحين افتح الموضوع على الهواء دام لا تبطل الموضوع. شنو افتح. اي يلا افتح. شنو الوضع الحين عبد الله الشعيب؟ انا متوقع اضافه جديده للعائله. طبعا المفروض خلال هالشهر هذا شهر ونص الجاي ما شاء الله. للاسف شكله ما ادري يعني شكله ما راح يعني تلحق ان شاء الله. ان شاء الله يمدي ان شاء الله. يعني عبد الله الشايجي مترقب مولود ان شاء الله قريبا في هذه الفتره. عسى الله ان شاء الله يسهل الامور. شوفوا لنا فاكسين الله يخليكم بسرعه بس عشان نرجع. فحاليا احتمال اللي يعرف صيدلاني اللي يعرف ان شاء الله. المشكله ان حتى اذا ردوهم الكويت راح يخلونهم بالحجر. اي ما راح يقدر يكون. اي فيعني راح يكون هذا ما توقع ولا المشكله الاكبر من هنا. المشكله الاكبر ان امه وياه بعد. شنو ام عبد الله؟ امي واختي كنا هني. ها انت مو بروحك؟ لا انا هني ويا امي واختي. انت مو بروحك؟ انا هني. مو هذا الاهداء اللي نبيه. اوكي. فهذا حمود الحين الناس كلها قاعد تطلب تغني فغنيت لنا هالغنية. حلو. اي والله حمود. بس خلاص هذا الاهداء. بعدين يا جماعه it's almost 12 o'clock فيعني اي عادي فيعني يلا الله يسهل ان شاء الله ويردكم بالسلام. اي والله امين يا رب. بس مشكور يا ابو ايوب واللايف مالك جدا مشوق. انا ما طوف تقريبا ولا حلقه من حلقاتك حبيبي.
راسي صدق شيء شيء ممتع وفي كواليتي عالي ينظف العين. الله يجزاك خير. هذه شهادة اعتز فيها منك يا ابو وليد، ما قصرت حبيبي. الله يسلمك. ومتى تحدياتك؟ بلشتوا تحديات؟ لا والله انا انقتلت مع سالفة التذكرة المجمع. تمام. فصرنا يعني نداوم بس عشان نخلص اوردراتكم. إيه لا لا، هذا شيء بالعكس واضح والله يعينكم عليه، وكلنا مقدرين هذا الشيء، بس هم ناطرين سالفة. سويت لكم ريفيو أنا بعدها الحين، شوف يعني عشان متعاونين مع سوينا ريفيو. شفت الشاهد ولا ما شفته أنت؟ شفتها وليد سلمت على الهواء مرة واحدة. إيش رأيك نسوي فوتو توكس أونلاين؟ إيش رأيك نشوف لنا منصة الحين عندك تجربة محاضر وأقول محاضر كاشخ وبرزنتيشن وحركات ولايف قدام الناس، ما يمنع. باكانت فوت توكس او تصويت يدير ابو ايوب بعد تصويت. يلا 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 فوت توكس برعايه شفت. يلا حاضر والله، تونا قاعد نقول تونا بالضبط. هذه النقطه اللي قاعد برعايه منه، ما يهم بس اي شيء شغلنا، بس هذا المهم بالضبط. هذه النقطه اللي احنا قاعد نقول الحين، كل شيء سكر ما ندري ايش كثر بتطول هالمرحله، فلازم يشوف لنا اي يعني كان هذا مؤتمر لازم يشوف لنا شيء بديل، لان في جماعه حتى الحين مكلمين عندهم مؤتمر تاريخ 25 و26 او شيء كذي هالشهر، فالحين بيسوونه هم كذي، قالوا لي بنسوي لايف. واو. بعدين هذا قبل لا يصير حظر تجول، قالوا دام إنه صار الحين لا تطلعون وقعدوا ببيوتكم قبل الحظر خلينا نسوي لايف. اتفقنا وكل شيء الحين صار حتى حظر تجول، فحتى لايف الحين ما ندري شنو نسوي، فشكلنا بنسوي الصبح ما ادري شنو بنسوي، فلازم في طريقه. لا ابو ايوب سجل وبث عادي، ممكن ولا خليه ينام عندك المحاضر يوم، ينام عندك ثاني يوم يروح سجله بس ولا سجله بث وبث. ها حمود ارتفع جو. اي وبث 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 سجل وبث. اي ممكن فكروا فيها. يلا ابو وليد قول انت بس، قول اوكي وانا هذا. يلا نشوف بالعكس. يلا خوش فكره وخندوس فيها نشوف شنو نقدر نسوي، دامنا السالفة مطولة شكلها. أوه يا سوالي حبيب، حبيب إن شاء الله شباب تردون بالسلامة يا شباب. الله يسلمك مشكور على المداخلة أبو وليد. يا السلام عليك. ماجد ما لحس ما ناجرنا يا أخي، وين ماجد؟ ماجد لايف اليوم. ماجد لحظة ماجد هنشوف. نايم إيه حزمت إيه بس خلاص نايم. أنا آسف ماجد. لا ماجد أوفلاين. ماجد كان أتوقع موجود. لحظة ماجد موجود، لحظة خلنا نسوي مفاجأة. لا صدقني لو موجود كان تدري. ها؟ صدقني لو موجود كان حسيت. بعبيد خلنا نشوف إذا مو موجود تقى. ها راح ينام الحين. كا يلا عبد الله نام. أسامة توه سادة منه. شنو أسامة موجود عنده أخباره. انزين باقي الحين اصلا عندنا تقريبا 5 دقائق ويقطع عندنا اللايف، ما شاء الله صار لنا ساعه قاعدين. خلنا شنو عندنا شغلات نقدر نختم فيها نلم فيها الموضوع، اخر نقاط عن الوضع الكويتيين حاليا في الدول برا ومنها تركيا اللي انتم موجودين فيها. تفضلوا لكم المايك في اخر 5 دقائق. والله أنا شخصياً يعني أحاتي الناس اللي ظروفهم أصعب، أما بعامل السن أو في ناس أصلاً في الخارج لأنهم في مستشفيات العلاج، والمستشفيات حالياً برا مثلاً إذا تكلم في بريطانيا في أمريكا قاعد تصير عليها ضغط كبير. أوكي. فهذيل اللي شخصياً قاعد أحاتيهم. وايضا بالنسبه حق اللي عندهم ظروف خاصه يعني نفس اخونا اللي بدورين فوقي وحاليا تحتي باللايف، يمكن يترقب مولود. فهذيل بصراحه اللي يعني اللي اتمنى يرجعون او يرجعون باقرب فرصه ممكنه. شخصيا اكيد ودي ارجع، لان اعتقادي ان الآن أكثر مكان أماناً وأكثر دولة قاعد تقوم بعمل جبار بخصوص الكورونا هي دولة الكويت. صحيح. هذه ما هي يعني كذي كلام فضفاض هذا، لكن فعلياً لأن
لأن هي أو من أوائل الدول إذا مو أول دولة خذت إجراءات تعتبر أو إحنا اعتبرناها أن الله شو دعوة يعني وايد كبيرة مبكرا، لكن بعدها بكم يوم شفت كل الدول الثانية قاعد تقوم بنفس الإجراءات. صحيح. وبدأت أحس أوه لا، الكويت خذت الإجراءات صحيحة ومبكر. فأعتقد أنها هي أفضل مكان أنت ممكن تكون فيه حاليا، وأمن مكان هو الكويت. الحمد لله. شايجي. الحمد لله. أنا أقول الحمد لله على كل حال. يعني مثل ما قال حمود في البداية، الواحد عنده مفترق طرق، إما أنه هو يقعد ويتضايق ويتحطم ويشوف الواتسابات السلبية وإقامة عمره، أو إما أنه هو يحاول يسوي شيء، يعني يتابع له مسلسل، يتابع له سلسلة باليوتيوب تفيده، يكتشف له موهبة، يجرب شيء هو ما جربه من قبل. فخلونا نستغل، أنت محكور. صحيح. يعني أنت محكور ولا الشرطة بيونك. صحيح. فنحكر بطريقة سنعة. الحمد لله. نحكر والتحلطم. صحيح. فمثل ما قاعد تقولون ما شاء الله الكويت الدور اللي قاعد تقوم فيه شيء جبار، شيء نفتخر فيه قدام دول العالم. طب أكيد طبعا تشكر إدارة الدولة كلها والحكومة، كل أجهزتها إن كان من الداخلية، من الصحة، من التجارة، وكل الوسائل والإعلام، وكل الجهات الحكومية اللي قاعد تحاول تسهل وتسيطر على هذه الفترة. إن شاء الله مثل ما قالوا هي أزمة وفترة وتعدي، وإن شاء الله نلقاكم بالكويت في أقرب وقت إن شاء الله. ونرجع نقول حتى الأغنية اللي قالها حمود إن شاء الله. شنو أغنيتك كانت؟ علي أول كلمة تطري في بالي، كلمة أخيرة. الحمد لله. الحمد لله. مشكورين كل اللي. مشكور على الاستضافة أبو أيوب. أنتم مشكورين، يعني أول ما كلمتكم على طول لبيتوا الدعوة ما شاء الله، رغم أشغالكم الكثيرة اللي موجودة هناك في تركيا. زين، فالله يعينكم. حبينا إن إحنا نستانس بشوفتكم ونسمع صوتكم ونعرف أخباركم، ونحاول حتى نتواصل معاكم ونهون ونرفه عنكم وعن الناس اللي قاعد تشوف. وإن شاء الله ممكن نقدر في كل بين فترة وفترة إذا احتجتوا نقدر نسولف أو نوصل أخبار زيادة. بالعكس إحنا راح نكون سعيدين إن نشارككم، إحنا بالنهاية حضر معاكم حالنا من حالكم. فالأيام الجاية إن شاء الله نكبر حتى الديوانية ونسمع أخبار طيبة عنكم زيادة. خوش؟ ان شاء الله باذن الله. يلا مشكورين على خير جميعا. ناموا. سلام على كل الموجودين. ناموا الحين، قعدوا ببيوتكم. لا حد يطلع. يلا تصبحون على خير. سلام. على سلام. مشكور يا ابو ايوب حبيبي. سلام. شكرا حق كل الموجودين معانا اليوم في اللايف، شكرا حق كل من تابعنا، شكرا حق كل من كتب لنا تعليق وممكن ما قدرنا ناخذه ولا قدرنا نقراه. شكرا اللي كان متابعنا بصمت، مشكورين عطيتونا من وقتكم. تصبحون على خير. كان معكم عبد الرحمن الخميس. السلام عليكم. بخير الحمد لله. الحمد لله بخير. بخير الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله بخير. بخير الحمد لله بخير. لما يسألني أحد عن حالي أول كلمة تطري في بالي الحمد لله.